الهجر هذه هي الطريقة طريقه طريقه اصلاح الزوجه الناشز ولكن الان هذه الطريقه اندثرت أوه. يعني قل من يعمل بها والهجر في الفراش هو اكسار لكبرياء المراه ايتها المراه انت تتكبرين على زوجك بجمالك بانوثتك بزينتك بصغرك الى اخر ذلك ها هو الزوج ينام معك على سرير واحد ولا يلتفت اليك